تماما. فهذه هنا راح يكون عندنا الايس باك كلش مهمه، تستخدم 24 ساعه الى ان الايدي ما تروح والبليدنج يروح، لان هذا كلش مهم، هذا شيء مهم جدا. ما مشكله ماما، باكر يا يوم عندي اني صباحي ويا الصباحي شو وقت عندي انا راح اسجل لكم اياها كامله. اليوم دوختوني بالدخول والخروج، ما اعرف شو، مو مثل الاساسيات كان اسهل. على كل اساس ذا نيورو فاسكولار ستيتس، تتذكرون قلت لكم النيورو فاسكولار ستيتس لازم احنا نهتم لها، اللي هي نمسك الاطراف القدم اللي هي الاصابع ونشوفها بارده لو دافيه، نشوف اللون مالتها شاحب مزراق لو محمر، نشوف انه البلسيشن موجود لو ما موجود. هذه كلش مهمه وضروريه انه نقارن بين القدمين، القدم اللي بالساق اللي سوينا لها نير ريبليسمنت والقدم الساق اللي ما سوينا لها نير ريبليسمنت، حتى نشوف هل التشابه هناك بدرجات الحراره، هل هناك بلسيشن متشابه، هل انه هناك يعني سنسيشن ايضا طبيعي. Drainage during the first 24 hours 200 إلى 400 ml diminished to less than 25 ml by 48 hours after surgery. إذن الـ pre-operative care راح تكون لأي orthopedic surgery يا جماعة، راح بس نقول الـ pre ونقول الـ post. الـ pre-nursing diagnosis مثل ما تشاهدون هسه، pain related to fracture, orthopedic problem, swelling, inflammation. The goal is to relieve the pain. احنا الهدف هذا يكون pre-operative، يعني المريض اجاني للعيادة واني ممرض شفته كان يشكي من الالم، رقم واحد هذا. Risk for peripheral neurovascular dysfunction. ممكن يقول تخدر هذه الرجل او الرجل ده اشوفها شاحبه او بار ابرد من الرجل الثانيه، ممكن يكون عنده سويلنج نتيجه السويلنج بيصير عنده هذا النيورو فاسكولار ديسفانكشن او امبيرد فينوس ريتيرن. وطبعا القوم مالتنا راح يكون ادكويت نيورو فاسكولار فانكشن. ريسك فور ان افكتيف مانجمنت اوف ذا ثيرابيوتيك ريجيم، يعني ممكن يكون عندنا خطر انه يكون المانجمنت تكون ineffective، يعني يعني النوع المعالجه تكون غير فاعله، نخاف من عندها بالمستقبل انه تفشل مثل ما قلنا لانه يصير عنده ديسلوكيشن او غيره، او لانه المريض هو ليش يصير عنده ديسلوكيشن؟ لانه يصير عنده insufficient knowledge او يحتاج الى available support or resources. الـ impaired physical mobility related to pain, swelling, and possibly an immobilization device. اللي هي الجول طبعا راح يكون improve mobility، حركة المريض انه كل ما زادت كل ما تحسنت شوية شوية. Self-esteem disturbance. هو إذا كان شاب أو إذا كانت شابة وسووا له تبديل مفصل أكيد كلش راح يأثر على self-esteem، احترام الذات، يصير عنده نوع من الخجل من وضعيته وشكله الصورة اللي هو طالع بيها أمام الناس إذا كان شاب. وأكو بعض الناس مع الأسف يعني بالعكس إذا يسوي تبديل مفصل راح تصير حجة حتى ياخذ إجايز هواية. شو تقولون وياي؟ زين. Immobilization of the fractured bone or injured inflamed joint to decrease discomfort. إذا العناية راح تكون قبل العملية المريض لازم يكون immobilized، يعني ما يتحرك. إذا احنا دا نقول orthopedic surgery يا جماعة، يعني نقول orthopedic surgery يعني ممكن تكون fracture، ممكن يكون prosthesis، يعني احنا ما حددنا انه اما knee او hip replacement، لا ممكن حتى يكون fracture. فبيجي حالة إحنا ما نحرك الشخص اللي عنده orthopedic problem أو مشكلة كبيرة يعني بالقدم بالساق. Elevate an edematous extremity, promote venous return and reduce discomfort.
نحط تحت الساق مخدة ترفع الرجل حتى السوائل اللي متجمعة بالقدم ترجع وتخفف من الديسكومفورت الشعور بعدم الراحة. Ice to relieve swelling and directly reduce discomfort by diminishing nerve stimulation. أيضا نستخدم الثلج حتى يقلل من السوالين. Analgesic آخر شيء ممكن نستخدم إذا كان الألم كلش قاهر بالنسبة للمريض، نستخدم pain killer حتى يقلل من acute pain. Assess neurovascular status. هنا أنا حاطت لكم إياها شنو هي neurovascular status. هذني شوية انتبهوا عليها اللي بين قوسين. اللون، التمبريتشر، البالس، الإديما، البين، السنسيشن، الموشن of the extremity، وهذا كلها لازم نسوي لها documentation. Assess nutritional status and hydration and provide adequate diet and fluid. ولازم أيضا نراقب الحالة التغذوية للمريض. عادة المريض من يكون بالسرير والناس تجيب له شوكولاتة نساتيل وما ادري شنو، هاي كلها ممنوعات. ليش؟ لان هاي راح تزيد الوزن، فممكن انه بسهوله يكتسب له وزن كيلو وين ثلاثه على السريع يعني وهو بالمستشفى. لهذا السبب لازم تقريبا الاكل مالته يكون اكل مغذي اكثر من انه هو يكون حجمه يعني به سعرات حراريه عاليه ممكن ان تزيد من الشحوم. Measure fluid intake and urinary output, urinalysis finding. يعني تحليل البول حتى لا يصير عنده التهاب مجاري بولية. نتأكد إنه ما عنده UTI. Indwelling catheter أيضا should be used judiciously to minimize the risk for UTI. UTI urinary tract infection. لازم الكاتيتر إذا استخدمنا لازم الأسبتيك تكنيك اللي نستخدمه تعرفون هو surgical asepsis. فلازم يكون بحذر وحتى ما يصير عندنا احتمالية حصول التهاب مجاري بولي. Coughing, deep breathing, using spirometer to provide respiratory function post-operatively. القحة والنفس deep breathing استخدام جهاز الاسبيروميتر حتى يحسن من قابليته على التنفس. هذا إيش وقت يفيدنا؟ هو قبل العملية نسويهن، لكن بعد العملية هو راح يستفاد من عندهم. كل ما سواها قبل العملية أكثر، كل ما بعد العملية كان الوضع أفضل. سموكينج هاي شباب راح نخلص مرة شيء. سموكينج should be stopped to facilitate optimal respiratory function. بلا كلام، ليش تحجون؟ سد السماعات. يا جماعة مشلون هذا شوف هذا من يبدأ يحكي حسنين سد السماعة ماما زين نجي إلى nursing process post operative. يسوى العملية طلع المريض من العملية عملية كسور عظام مفاصل whatever ايش راح يصير؟ شنو النيرسينج مانجمنت؟ اكيد راح يكون عنده بالبداية pain. nursing diagnosis بس احنا نقول بعد العملية لازم ماكو pain. لا هو اكو pain لان اكو جرح ومفتوح وتو المريض طالع من العمليات فلازم عنده surgical procedure. فهذا surgical procedure والسويلينج وهاي كلها تسبب ألم. طبعا الألم هذا يكون لفترة معينة. زين بالإضافة إلى ريسك فور بريفرال نيوروفاسكولار ديسفانكشن، يعني ممكن إنه الأطراف مالته تبرد أو يقلل وصول الدم إلها أو الإحساس إلها أيضا نتيجة الإمبيرد سيركوليشن. Risk for insufficient knowledge or available support and resources. طبعا هذا ايضا واحد من الامور اللي لازم نخاف من عدها انه خطر ممكن ان يكون. طبعا
طبعا دكتوره الالم بعد زوال التخدير يكون شديد. نعم. impaired physical mobility related to pain, edema or an immobilization devices مثل السبلنت, التراكشن, الكاست, اكو بيهم يسووا لهم يعني تجبير او كاست, يعني هذا عمليه يعني تجبيس ويسووا لهم تراكشن سحب, هاي كليتها تسبب الم ونتيجتها ايضا انه الشخص ما راح يقدر يتحرك اثناء عمليه السبلنت او التراكشن او الكاست. Risk for self-esteem disturbance يعني هذه ما الإنسان بيشوف نفسه إنه بعد العملية يعني شلون راح يكون منظري, يعني يعني راح يبين علي أعرج قدام الناس, إنه أمشي مو وضع طبيعي. ال complication اللي ممكن أن تكون من ضمن الأشياء اللي هي hypovolemic shock اللي هي ممكن نقص السوائل, يعني درينج هواية يصير عنده فيفقد دم هواية. atelectasis عدم الحركة وبقاء في السرير راح تخلي تنفسه سطحي, فممكن أن يصير عنده atelectasis اللي هو انخماص رئوي أو نيموني. urinary retention احتباس البول ممكن أن يحصل نتيجة الالتهابات. infection التهاب الجرح ممكن يكون. venous stasis عدم حركة الدم, وإذا استمرت حالة عدم الحركة للدم ممكن يصير عند المريض deep venous thrombosis. طيب post operative care المريض يعطى عادة IM or oral analgesic to relieve pain, هذه هنا ننطيها بالبداية. إذا تتذكرون إن pre operative اعطيناها آخر شيء الانالجيسيك, لكن هنا بعد العملية لازم نعطيه إياه بالبداية لأن الألم يكون قوي جداً. طيب suctioning of wound degrees fluid accumulation and hematomas formation. طيب monitor the neurovascular status of the involved body part to assist tissue perfusion. طبعا دائما اشيك لازم الاحساس والدوره الدمويه في الاطراف, هاي مهمه جدا. وايضا اول بالانس دايت لازم الاكل يكون ببروتين وفيتامينات, مو اكل دهون وزياده وزن. افويد giving the patient large amount of milk to orthopedic patient. ليش؟ ماني يعرف ليش ما أنطي للمريض حليب بعد العملية وهو on bed rest. ليش؟ ماني يعرف, يا شاطر يجاوبني. إذا واحد ما يتحرك ويأخذ حليب شو يسبب له هذا؟ ماني يعرف ليش يسبب هشاشه. السلام عليكم دكتوره. هو مذكور يعني حتى بالنقطه انه راح يزيد الكالسيوم اللي موجود, عافيه, اصلا راح يصير عندنا زياده بالكالسيوم, فراح يحاول يطرحها من خلال راح يروح للكلى. لا مو تضخم عظم, هنا انا يقولها واحد يقول تضخم عظم, لا مو تضخم عظم, لكن الكالسيوم عاده اي انسان البيبيه الجد اللي بالبيت تشوفوهم ما يتحركون, ولهذا عظامهم تكون كلش ضعيفة بسهولة تنكسر. ليش تنكسر؟ قلنا هذا بسبب حالة اسمها demineralization. demineralization شنو هي demineralization؟ هي خروج الكالسيوم والمعادن من العظام. طيب إذا خرج الكالسيوم من العظام وين يروح؟ يروح للدم, وإذا راح للدم ينزل للكلى. من يروح للكلى وهو أصلاً إنسان ما يتحرك, يعني حتى إذا انحصر تبول قليل ما يريد يتبول, فراح تتكون عندي حصى باليورينري سيستم. واضح؟ حصوه بالكلى. نعم. مونيتور ذا بيشنت فور بريشر ألسر which are a threat to any patient who must spend an extended time in the bed.
يعني خاف على المريض من البيت سورس. طيب تيرنينج نقلب المريض، واشينج ننظف الجلد، دراينج ذا سكين لازم ننشف الجسم مو بس نغسله ننشفه ايضا، ان مينيمايز بريشر اوفر بوني بروميننس ار نيسيسري تو افويد سكين بريك داون. طيب هنا حتى نقلل من حصول حاله البيت سورس لازم نقلبه للمريض، نغسل جلده وايضا دائما مساجنج نسوي له حتى نمنع حصول البريك داون. Progressively increase patient activity and exercise. دائما اخلي المريض يتحرك بشكل يعني تدريجي. Assistive device يعني استخدام الركازات المشايات حتى تساعده بعد العمليه انه يتحرك. وايضا the nurse monitor patient for sign and symptom of hypovolemic shock. حتى نتأكد إنه ما يصير عنده درينج هواية وبالتالي يفقد كثير من السوائل ويصير عنده شوك. وهذه الهايبوفوليميك شوك شلون تعرفوها؟ increase pulse, decrease blood pressure, و decrease urine output, restless و thirst, و decrease hemoglobin. monitor patient. هاي آخر سلايد. monitor patient lung sound يعني اشوف اللانج ساوند، خاف يكون عنده صاير عنده مثلا خرخشه بصدره او سوائل اتجمعت بصدره، حتى لا يصير عنده قلنا الاتيلاكتسز اللي هي كميه السوائل اللي تتجمع بالصدر. ودائما نعلم المريض على الديب بريثنج الكابينج اكسرسايز وكل هذا حتى يساعده حتى بريفنت اكيوميليشن اوف سكريشن اند بريفنت اوف اتيلاكتسز اند نيمونيا. Closely monitor urine output. دائما لازم نراقب اليورين اوتبوت لان احنا عندنا سوائل داخله وسوائل خارجه، الخارجه اكثر شيء هي عن طريق اليورين اوتبوت. دائما لازم نتاكد ان المريض كل 3-4 ساعات تبول، لان انتم مثل ما قلنا لكم هذه الكالسيوم سيرم كالسيوم اذا كان عالي بالدم فممكن ان يسبب حصى بالكلى. اي في انتيبايوتيك اف osteomyelitis اذا كان عندنا التهاب العظم لازم نعطي المريض اي في انتيبايوتيك لان يحتاج الى انتيبايوتيك قوي ما يحتاج تابلت. monitor patient for sign of deep venous thrombosis. طيب هنا في هذه الحاله معناته الحركه دائما مهمه للمريض مو بس اراقب الديب فينوس ثرومبوسيس. والانكل اند كف pumping exercise elastic stocking نستخدم الجواريب اللي تمنع تضغط على الأوعية الدموية حتى تحرك الدم أثناء النوم، هذه تساعد جدا على عملية تحريك الدم بالأطراف السفلى واللي نخاف من عندها إنه يصير بها deep venous thrombosis. عندكم سؤال شباب؟ عندكم سؤال دكتورة؟ بلا زحمة، بس الكالسيوم وسبب هشاشة العظام أريد إعادة لها. بس الإنسان اللي ما يتحرك هواية يعني الناس اللي هم مصابين أو عندهم كسور برجليهم أو كبار بالسن المسنين لما يجون يفحصون كثافة العظام يلقون هذول لأنهم قاضين مدة طويلة بالسرير بدون حركة فيصير عندهم كثافة العظم قليلة، يعني العظم سهل الكسر. عرفت؟ ليش؟ لأنه الكالسيوم كل ما أنت تحركت أكثر، كل ما أنت كان عندك اكسرسايز أكثر، كل ما دخل الكالسيوم إلى داخل العظم أكثر. وكل ما احنا نحاول إنه يعني إذا ما نتحرك وما نقوم وما نشتغل عدة أيام يشوفون إنه هذا الإنسان يعني الكالسيوم يبدي يطلع من العظم وين يروح؟ يروح للسيرم. فإذا الحركة كلش إلها أهمية في عملية دخول الكالسيوم إلى داخل العظام. بعد دكتورة يعني هشاشة العظام هو بس كالسيوم لو أكو غيره؟ لا ماما، العظام الكالسيوم يشكل 99% من العظم، سمعتني ولا؟
بس انت حتى يدخل الكالسيوم اكو عوامل اخرى، فيتامين دي اللي لازم يتكون، واللي مهم جدا انه تكون عندك الكدني تشتغل، واللي تحول الفيتامين دي ان اكتيف الى اكتيف، وحتى يقدر يدخل الكالسيوم الى داخل العظام. هاي كلها مهمه جدا. وليداتي زين دكتوره، اللي عندهم السوائل عاليه ايش راح تاثر على العظم؟ السوائل ها هاي راح تصير نعم بالانترستيشال تيشو. شو السبب؟ ماما راح يصير بالانترستيشال تيشو، وهذه معناته راح تكون خارج الاوعيه الدمويه، فراح تبدي تضغط على الاوعيه الدمويه وعلى الانسجه المحيطه، فراح تسبب ضغط كونستركشن، وهذا اللي قلنا عليه انه ممكن ان يؤدي الى حصول إديمة. الإديمة اللي هي انتفاخ المكان نتيجة السوائل. واضح دكتور. واضح؟ أحاول أقرب لكم الإجابة لأن الوقت تقريبا خلص. بعد من عنده سؤال؟ Thank you. شكرا جزيلا. دكتور نسجل حضور هنا دكتور لو الشباب دي يسجلون، دكتور حيدر دي يسجل هنا. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا، مع السلامة.